معاوية رضي الله عنه في الحديث الشهير عن وائل بن حجر قال لما جاء وائل بن حجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقطعه أرضا في شمال المدينة، فطلب من معاوية ابن أبي سفيان أن يوصله إليها. قال فخرج معاوية مع وائل بن حجر، وائل قيل من أقيال اليمن، ملك يعني خدم وحشم، وكانت القائلة الشمس درجة الحرارة مولعة، ومعاوية صعلوك فقير كان لا يلبس الحذاء أجلكم الله. قال معاوية فقلت لوائل بن حجر أيها الأمير أردفني معك على الناقة. قال فنظر إلي وائل بن حجر قال أنت لا تصلح أن تكون رديف الملوك، أنت وين والملوك وين؟ قال فقلت له إذن أنعلني عليك. قال ولا هذا، يكفي أمثالك أن تسير في ظل الناقة. ويخب عليك بعد، يخب عندنا يعني زايد ما أدري وش هي عندكم، يكفي مثلك أن تسير في ظل الناقة. قال معاوية رضي الله عنه فسرت في ظل الناقة. مرت الدنيا وتغيرت الأحوال. قال وائل رضي الله عنه بن حجر فدخلت الشام، وكان معاوية إذ ذاك إيش خليفة المسلمين، يضرب جيران ملكه من أقاصي الصين إلى أطراف وجدة في المغرب. قال فاستأذنت عليه فأذن لي، وكان معاوية على سرير الملك فنزل من سرير الملك وجلس على الأرض، ثم قال لي يا وائل اجلس على سرير الملك، فأجلسني ثم التفت إلي وقال يا وائل أتذكر يوم قلت لك أردفني معك على الناقة فقلت أنت لا تصلح أن تكون رديف الملوك؟ قال أذكر يا أمير المؤمنين، والله لقد تمنيت أن الأرض تنشق تبلعني. الدنيا لا تعترف بالخاملين أبدا، ولا توقف أصحاب العزم عند المثبطين